تشرفت صبيحة اليوم بمقابلة السيد الرئيس الباجي قائد السبسي حفظه الله، ودار الحديث كالعادة حول قضايا البلاد الداخلية والخارجية، وأحط سيادته علما ببعض وقائع زيارتي ومقابلاتي لدافوس، وإبلاغه تحيات كثير من الشخصيات لسيادته، والآفاق التي تفتح أمام تونس لتطوير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، كما تحدثنا عن بعض الأوضاع الإقليمية وضرورة دفع الأوضاع مزيد من الدفع للأوضاع في ليبيا نحو الحل وانعكاسات ذلك على أوضاعنا المحلية، إلى جانب عدد من القضايا كالانتخابات البلدية واستكمال بعض المؤسسات الدستورية مثل المحكمة الدستورية. شكراً.